أعزائنا الحضور، أسعدتم مساء. بادئ ذي بدء، نود باسم التقدمي أن نتقدم بخالص التهنئة بمناسبة يوم المعلم الذي وافق بالأمس 5 أكتوبر. بهذه المناسبة لا يفوتنا أن نهنئ كل معلم ومعلمة مخلصين أفنوا جل حياتهم وزارت شبابهم في تربية وتعليم الأجيال. يسعدنا في هذه الأمسية نحن في قطاع المرأة بالمنبر التقدمي أن ننظم هذه الفعالية الهامة التي تشغل كل فئات المجتمع حيث تتعلق بالتنمية ومستقبل الأجيال بل ومستقبل الوطن بشكل عام، حيث يعد نظام البعثات والمعمول به في كل بلدان العالم من أولويات الأنظمة التي تهتم وتركز على الاستثمار البشري كمصدر رئيسي للتطور والتنمية، خصوصاً إذا ما وجهت بالشكل الأمثل المصحوب بالنزاهة والشفافية والأحقية. وفي هذا العام من خلال اطلاعنا على الصحافة وضعت وزارة التربية والتعليم خطة للبعثات جرياً على عادتها كل عام تشمل جميع الطلبة المتفوقين ومن ضمنهم الطلبة المتفوقين من ذوي الاحتياجات الخاصة وتغطي تخصصات جديدة وتواصلت مع الجهات المختصة في الوزارات لاستطلاع مرئياتهم في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفق احتياجات المملكة والإمكانات المتاحة وتعزيزاً لخطة بحرنة الوظائف. هذه من خلال تصريحات وزارة التربية. في هذا السياق يسعدنا أن نستضيف شخصيتين ناشطتين في المجتمع ودائماً ما تلامس تقريراتهم ورسائلهم هموم وقضايا المواطن، وما هذه القضية إلا هاجساً مؤرقاً لمعظم أبنائنا الطلبة وأولياء أمورهم. دعونا نستمع وتحيزاً من قطاع المرأة إلى الدكتورة هدى المحمود، وهي قنية عن التعريف ولكن لابد من سرد نبذة بسيطة لسيرتها الذاتية الغنية بعطائها على المستوى التطوعي والاجتماعي. هي عضو جمعية الاجتماعيين البحرينية، ترأست الجمعية لدورات عديدة ومتفرقة، عضو الجمعية الخليجية للاجتماعيين، أمين سر جمعية مبادرات البحرين الأهلية، مدير دار الأمان لضحايا العنف الأسري. نستمع إلى الدكتورة هدى. مشكور أختي إيمان، مشكور المنبر التقدمي الصراحة على يعني استضافته لنا مرات متكررة وعلى ريادته في طرح المواضيع المهمة اللي تهم المجتمع بشكل عام. وصراحة أنتم اسمكم منبر وأنتم فعلاً منبر لكل الأمور الهامة. اليوم بنتكلم عن موضوع جداً مهم لأنه هو حجر الأساس في أي تنمية. البحرين تعرفون أن هي التزمت مثل كل دول العالم بتنمية المستدامة. التنمية المستدامة هي مش ل 2030، وعلى أساسها هي انبنت الرؤى 2030، انبنت على أساس هاي 17 هدف من أهداف التنمية المستدامة اللي طرحتها الأمم المتحدة، وهي مطروحة يعني ك 2030 بس علشان تحفيز يعني، والمفروض أن هي كمدام مستدامة تستمر. لما نتكلم عن التنمية المستدامة ماذا تعني باختصار؟ تعني الاستثمار في العنصر البشري، ما لها أي تعريف ثاني. التنمية المستدامة ما في تنمية مستدامة ما دام العنصر البشري متعثر. شو اللي يعثر العنصر البشري؟ التعليم. فإذا تنمية مستدامة تساوي عنصر بشري فاعل تساوي تعليم فاعل. إحنا للأسف في البحرين، وعلشان كذي إحنا أنا قررت أن أعطيكم بس نظرة تاريخية علشان نشوف أنه كان في وضع مختل من البداية، و
كان في اضاءات ولمحات بس يعني شابها شيء من يعني اللي الحين قاعد يصير، هو لا جذور من الماضي وفي في بدايات يعني التاريخ التعليم في البحرين. طبعا خل عنا ان احنا ابتدينا اول واول واول، لكن كان في البدايات هي زرعت الشقاقات هذه وزرعت وزرع التمييز، وللاسف كون ثقافه على مدى السنوات، كون ثقافه بحيث انه يعني تعشق في الذهنيه. المشكله انه معروف يعني نعرف ان السلوك ما يصدر الا عن فكر، الفكر دائما لما يكون الفكر يعني يشوبه شيء فاذا السلوك يشوبه شيء، عرفت؟ فما في انسان يعني تفكيره سوي يكون سلوكه غير سوي. لهذا يعني اللي قاعد يصير اليوم في التعليم، اول شيء انت اختي ما قلتي خطه وزاره التربيه والتعليم، انا اشك ان في خطه، اشك تماما ان في خطه، لان اللي قاعد يصير يعني عشوائيه، يعني فعلا عشوائيه. بس احنا انا اكد على نقطه قبل ان نبتدي، ان احنا يعني كمجتمع مدني وكمؤسسات مجتمعيه اهليه واجب علينا، واجب علينا ان نجد مواضع الخلل وننقد بنزاهه على اساس ان احنا نريد اصلاح الوضع، ونريد يعني همنا البحرين وهمنا ابناء البحرين، وهمنا فعلا نضع خطانا حقيقه رغم كل التحديات، نضعها حقيقه على سكه التنميه الحقيقيه. لان نعرف الحين يمكن اللي بقوله انا اللي بيقوله اخوي محمد بيشغل ناس يعني جوقات بتتشكك وبتقول وغيره، هذا غير صحيح. احنا هني ننقد لا لنتقاطع مع الدولة ولا الحكومة، لكن احنا نؤكد مبدأ أساسي من مبادئ الأمم المتحدة اللي قالت أن التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا بمساهمة نشطة وفعلية من المؤسسات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني. هاي الأمم المتحدة اللي قالت، مو احنا. فبالتالي احنا قاعدين نمارس هذه الأدوار. التعليم طبعا المفروض والأساس وهدف الأساس هو ان يحقق يعني وحدة الأمة، ينتج اجيال منتجة، اجيال واعية، واجيال تنظر الى المستقبل، ويعني هدفها ان هي ترتقي بالبحرين. فهل الصوره الان اللي موجوده تحقق هذه الطموح؟ التعليم في البحرين طبعا كلكم تعرفونه، مر عليه بسريع، في 1899 يعني احنا بدينا في التعليم، والخليج كله كان يعني ما سمع شيء اسمه مدرسه، يعني حدهم كتاتيب. مدرسه البنين في 1902. الشيء المميز في البحرين أن كل هذه الأفر سواء في التعليم أو في الصحة بدأت بجهود أهلية، كان في مجالس أهلية للتعليم، مجالس أهلية للصحة، استشعارا من الناس أن هم يبون يسوون شيء أو يقدمون شيء، أو مؤمنين بأن التعليم والصحة هي أساس ارتقاء المجتمع. بالقريف طبعا تشكل طبعا المدرسه استوت في 1899 ليست بجهود يعني اهليه من البدايه، انما بجهود المبشرين الاجانب او الامريكان اللي جاوا. 1899 كانت جوزة البلوط اللي هي بيتكلم عنها اخوي محمد، و1902 كان حق تعليم البنات. بس التعليم الرسمي تاثر في الهدايه، وكان في اربع مدارس هدايه. 1919 في المحرق مدرسة البنين، 26 طبعا في 1919 ابتدى ذي، ومدرسة البنين اللي في المنامة في 26، محرق صارت 19 والمنامة 26. وعلشان يزرعون التفرقة، عشان تعرفون التفرقة شلون تنزرع، تشكلت مجالس أهلية. أصر بلقريف إنه يشكل مجلسين، مجلس تعليم شيعي ومجلس تعليم سني. هو أصر وعارف هو هدفه، يعني هو إنسان خبيث. بس اللي يابوهم البحرين كمدرسين كانوا مدرسين طبعاً أكفاء، وكلهم كانوا يعني على مستوى عالي، منهم حافظ وهبة اللي هو يعني تتلمذوا عليه كل معظم المثقفين ومعظم الشعراء، معظم يعني أسسوا الحس القومي والوطني في البحرين. طبعا ما استحمل بلقريف وقام فصله،
وعمل على ترحيله طبعا من البحرين، وقام بلغريف حط يده على التعليم وياب لنا واحد اللي هو اللبناني فائق أدهم، اللي هو يعني كان نظرته طبعا وتوجهاته مثل توجهات استعمارية مثل بلغريف. في 1930 طلعوا البعثات من متى طلعت من البحرين حق الخارج، طبعا في مصر وفي العراق وفي طبعا الجامعة الأمريكية. أول بعثة راحت 28-27 في الجامعة الأمريكية، وضمت طبعا الطلبة من الأسر اللي هي وجهاء البحرين، مثلا الشيخ عبد الله بن إبراهيم الخليفة وخليفة بن محمد الخليفة وحمد بن عبد الله الخليفة ومحمد بن الشيخ قاسم المهزع وراشد الزياني وعبد العزيز الشملان وعبد الرحمن بن قاسم المعاودة وعبد الله بن محمد الباكر. طبعا عبد الله الباكر لأنه قطري فما أبوه درسه على حسابه، بس إنه خلاه يروح مع البعثة. هني نلاحظ في شنو في هذه أول بعثة، اللي هي 3 من الأسر الحاكمة وخمسة من أسر سنية، لكن أسر سنية وطنية، ممكن كانت أسر سنية وطنية. فعلشان كذي عقب سنتين من إرسالهم وقف بلغريف قال بيسحبهم أو وقف البعثة مالتهم، بحجة أن العائلات هذه الوطنية بدأت أن هي لها مواقف، لها مواقف وطنية ولها مواقف معارضة حق بلغريف. فقال أن وقفهم ووقف البعثات، رجعهم وقف البعثات إلى العام 45، يعني ضرب كان ممكن من الثلاثينات او من العشرينات تبتدي حركه الابتعاث، وكان ممكن ان البحرينيين يحصلون على بعثات نساء ورجال، لكن طبعا الحركه هذه مالت بلغريف لانه كان يحسب انه يحتاج يعني مجرد كتبه يرجعون عشان يمارسون الوظائف، فما ظن ان هناك لما يروحون هناك. وطبعا لبنان ومصر والعراق في ذاك الفترة كان الحس الوطني والقومي ويعني على حده، ولما يروحون هناك فنات طبيعي ان هم يحتكون بالطلبة هناك. فوقفها الى العام 45، ارسل 16 طالب للدراسة في مصر في 1945، لكن مرة ثانية وقفوا البعثة بحجة تأثرهم او تأثر الطلبة اللي راحوا بالاوضاع السياسية والدينية في مصر. وهذا طبعا كان بداية تشكل إخوان المسلمين وبداية انتشارهم، يعني تأثيرهم على الطلبة، ومنها طبعا انتقلوا إلى كل البلاد العربية. طبعا غلبت السنة في هذه الفترة في على أسماء البعثات، بررها بلغريف بأن الطلبة الشيعة اللي يروحون الجامعة برا البحرين يتسببون في المشاكل، كي دائما يكونون متسببين في المشاكل، لهذا كان يقنن ويحدد عدد الطلبة الشيعة اللي يروحون. وطبعا هذه كان أول، وقلت لكم يعني هو كان مصر أن المجلس الشيعي التعليم الشيعي يكون منفصل عن مجلس التعليم السني، برغم أنه المدارس اللي هي مدرسة العجم والمدارس الثانية اللي هي كان مؤسسة أسسوها وجهاء الشيعة كانت تستقبل كل الطلبة، يعني لم يحددوا من يدخل فيها، لكن هم كانوا بلغريف بالذات كان ما يريد ان يعني الطلبه السنه يكونون مع الطلبه الشيعه. طبعا بالنسبه لتعليم البنات تعرفون انه هو ابتدى في 28 وفي المحرق وبعدين في خليج الكبرى، وبعدين كلهم كانوا الهدايه في البنات في المحرق والهدايه في المنامه، وبعدين سموها طبعا في المحرك خليج الكبرى ومرسة عاشر من المؤمنين في المنامة. البحرين لأنها منفتحة ولأنها مجتمع ليس منغلق فيتقبلون التعليم على طول، يعني تضاعفت بشكل رهيب أرقام الطلبة، ويعني حسوا أن الناس يعني متقبلة. من البدايات في 29,000 طالبة يعني وزعوهم على 5 مدارس، ما توقعوا أن هالقد يكون في عدد طلبة. 1937 أول بعثة حق بحرينيات راحوا الجامعة، يعني جداتنا وجدات جداتنا كانوا جامعيات وراحوا ودرسوا برا، وفي منهم طبعا راحوا إنجلترا اللي هم على أساس اللي على حسابهم اللي من الأسر الغنية.
والبقية طبعا راحوا سوريا وراحوا العراق وراحوا مصر وراحوا لبنان. في 41 طبعا بعثة مكونة من ثلاث فتيات راحوا درسوا التمريض، ومنهم طبعا أول ممرضة بحرينية اللي هي فاطمة الزياني. وبعدين طبعا في 51 تشكلت أول مدرسة. طبعا تعرفون للخمسينيات ما كان في ثانويات، وكانوا يروحوا مصر والعراق على أساس يدرسون الثانوية. وبعدين في 51 شكلوا المدارس الثانوية وبدأوا يعني الدراسة. وذيك الساعة يعني صارت الطلبة طبعا يعني تحول التعليم. على فكرة في العشرينات لما كان ابتدأ التعليم أهلي، الطلبة كانوا أو الأهالي كانوا مصرين يكون في مجلس منتخب للطلبة للتعليم ومجلس منتخب للصحة. بس طبعا بعدين زادت المصاريف عليهم فما قدروا ان هم يكملون، والحكومه تولت او تاخذت المسؤوليه. وهذا الشيء الحقيقه يعني يمكن بعد في ذاك الوقت لان البحرين كانت يعني تحت الانتداب البريطاني يمكن ما في كان في مجال، بس المفروض هذه شيئين يعني اساسيين كانوا يستمرون ويتمون، انه يكون في مجلس الاهالي، في صوت للاهالي في التعليم وفي الصحه. اليوم الدول المتقدمة كلها مش الحكومات ولا الوزارات هي اللي تسيطر على هذه أو أنها توجه، اللي يضع السياسات والاستراتيجيات والخطط هم أولياء الأمور في مجالس لأولياء الأمور، مو المجالس اللي عندنا هني في المدارس، لا، مجالس حقيقية هي اللي تضع. ولهذا التعليم متطور لأنه يعكس رغبات أولياء الأمور ويعكس مواهب الطلبة وغيره. يعني في تفاعل بين المجتمع وأولياء الأمور وبين الواضعين السياسات، فتوضع السياسات اشتراكاً بين الناس وبين، وهاي الشيء اللي نفتقده طبعاً كان بصورة بدائية بسيطة جميلة، لكن للأسف الأحداث ما ساعدت على أن هي تتكامل يعني هذه الفكرة. طبعاً قلنا أن انسحبت أول بعثة طلابية بحرينية في بيروت بسبب يعني بلغريف اتهمهم انهم عوائلهم معارضه او وطنيه، ومثل عبد الرحمن قاسم المعاوده. عبد الرحمن المعاوده حتى يوم رجع خلص ورجع رفض انه يشتغل في وزاره التربيه، وفتح له بروحه مدرستين، مدرسه الاصلاح الاهليه ومدرسه الارشاد. والاستاذ محمد التاجر، محمد علي التاجر طبعا هو علامه ومؤرخ، فتح مع أخوه سلمان التاجر مدرسة التاجر اللي استمرت طبعاً إلى عهد قريب يعني في السبعينات، وخرجت العديد طبعاً من الكوادر. ها؟ أي يعني، وكانت أتذكر أيام مدرستنا في الحورة يعني مدرسة مستمرة يعني. سوي لك مدرسة بروحه مرضى يطلع. أي 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 بالضبط. كلهم ذلين كانوا معارضين بالجريف يعني فأي. فواصلوا العمل الأهلي، هاي الجميل، هاي الجميل اللي نفتقده اليوم في البحرين، أن المجتمع البحريني يعني كان متعطش للعلم ومجتمع يعني يريد أنه يعني يكون له رأي في نوعية التعليم اللي يقدمه حق أبنائه. اليوم هذه إحنا هاي الفصل اللي إحنا يمكن يعني أخوي محمد بيتكلم أكثر في هاي الموضوع. مثل ما قلت لكم يعني طبعا بعد ابراهيم العريض الاستاذ الكبير الشاعر رجع من الهند، ويعني اشتغل اول شيء فتره في مدرس لغه انجليزيه في الهدايه، وبعدين انتقل مدير مساعد للمدرسه الجعفريه قبل ان يفصله طبعا فائق ادهم تعسفا، وخلاه ياسس، طبعا هاي كان زين لانه اسس المدرسه الاهليه بالتعاون مع بعض التلاميذ اللي كانوا عنده. هذا اللي ما كانوا يعجبون بالجريف، وقالوا انهم مشاغبين لانهم كانوا وطنيين ويهتمون طبعا بابناء بلدهم. بالجريف تدخل اساسا علشان يمنع اندماج مجلس التعليم الشيعي مع مجلس التعليم السني. والى اليوم اللي تشوفون الاشكالات بالنسبه للمنهج الدين والتاريخ بالذات، ما تأثيراتها لا زالت موجودة. فصل التاريخ اليوم وفصل الدين، وكأن احنا عندنا دينين ولا عندنا تاريخين. يعني كان أساسها بالجريف أساسا رفض تام انه يدخل المذهب الجعفري ولا يدخل التاريخ آل البيت في المناهج الدراسية.
وطبعا هذه يعني معروفه سياسه البريطانيين. اصلا البريطانيين يعني ليسوا اهل علم وثقافه للاسف، يعني الفرنسيين يمكن يهتمون بالثقافه ويهتمون بالمعرفه، لكن البريطانيين اسوا استعمار ممكن يمر على البشر. طبعا الكل يعرف يعني بدون ما احنا نقول انه البعثات اساسا تشكل او يعني تعطى للمتفوقين، المتفوقين من ابناء الوطن اللي هم المفروض يروحون ياخذون احسن ما علوم الخارج ويرجعون عشان يخدمون وطنهم. ما له دخل المذهب ولا له دخل الانتماء ولا له دخل اي شيء ما عدا الانتماء الوطني. لكن في بعض الاحيان تصير الصوره منقلبه. اوكي بطوف عن هذه لان انت بتتكلم عن الاتحاد، ما بتكلم عن الاتحاد الوطني طلبة البحرين. طبعا هذه كان انا اعتقد انه هو جاء يعني مرادف او مكمل للعمل الاهلي. الاتحاد الوطني طلبة البحرين يعتبر واحد من الجهات الاهليه اللي هي يعني اللي هو كان ايادي بيضاء الصراحه في مساعدة الطلبة والحصول لهم على البعثات وإرسالهم، ويعني برغم كل شيء يعني سنتين ونص وكم تم الاتحاد، لكن قدم خدمات جليلة لل ها 20 سنة. اوكي سوري مو بسنتين، سوري لا 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 بس انا اي انا ما انا ما انا ما بدش في التفاصيل لانه لا اوكي استاذ محمد بيكمل في هاي السالفه. الطلبه عمرهم يعني الطلبه كلنا كنا طلبه في الجامعات في المدارس ابتداء، ما عمرنا يعني في مدارسنا طلبه عرفوا شيء اسمه سني وشيعي، ولا في الجامعات الناس راحوا ودرسوا واندمجوا وعاشوا ورجعوا البحرين وما يدروا من هو السني ولا من هو الشيعي. يعني انا احس ان هذه في اصبح في عمليه يعني كانوا في قسرا الناس تبي تفرق، بس الناس بطبيعتها تندمج تنصهر يعني وتتجاوز كل هذه الاشياء. اوكي طبعا في علامات فارقه حصلت هي اثرت يعني اثرت مو بس في التعليم، اثرت في المنطقه كلها يعني اشياء. واحنا طبعا لازم تلاحظون ان احنا مجتمع البحرين مجتمع صغير، فاحنا من المجتمعات الصغيره اللي قدرنا ان نتاثر ولا نؤثر للاسف. يعني احنا لبنان يعني كل الاوطان الصغيره هاي دائما تكون عرضه محاطه بالتاثيرات، وهي يعني بيرلين هي تقدر تدفع الأذى عن نفسها بس ما تقدر أن هي تؤثر. في 1979 وعند قيام الثورة الإيرانية طبعا هذه كانت نقطة التحول الكبيرة اللي أسست للمنظور الطائفي، يمكن أبرزته بشكل سياسي لأن من 79 طلع إلى السطح أو طفى اللي هو الإسلام السياسي. يعني في السابق و يعني الاخوان المسلمين تغلغلوا وياو البحرين فتح 1937 يمكن نادي الاصلاح، والاصلاح معروف انه هو تابع للاخوان المسلمين، بس ما كان سوري ما كان الاسلام السياسي لذاك الدور، كان الدور الوطني كان الدور القومي هو اللي ابرز. العلامه الفارقه اللي صارت انه من 79 بدأت الفعل وردات الفعل، بدأت يعني الإسلام السياسي بشقينه الشيعي والسني، وهذه هو اللي فعلا ضرب الضربة القاضية الكبيرة على كل الجهود الوطنية واللي اللي اللي يعني أسس لها في العقود السابقة. وأصبحت الناس تلهث في مسألة أن هي يعني تحفظ النسيج المجتمعي من التمزقات. طبعا ناهيك عن الأشياء المأساوية اللي صارت الحرب الثمان سنوات بين العراق وإيران، وبعدين طبعا الحرب الغزو للكويت، فتسارعت القضايا وأحكم، أنا أقول أحكم، يمكن
الكل استشعر التهديد حكومات وشعوبا، فأحكم الإسلام السياسي بشقي السني والشيعي القبضة الحديدية على كل المجتمعات، وللأسف عمل عملية مسح كامل للعقول، مسح العقول، وهذه أخطر ما ممكن أن يحدث، عملية مسح للعقول بحيث، وطبعا حدثت مثل ما قلت لكم الأفعال وردات الأفعال، فأصبح الهويات الفرعية، يعني كنا ليه السبعينات كانت الهوية الوطنية هي الغالبة، هي المظلة، حتى وإن كان في يعني مهما كانت تنوعاتنا وإثنياتنا كانت تصب في نسيج جميل، وكان الغطاء الوطني هو اللي يغطينا، بس من بعد 79 و 81 ما حدث من قيام الإسلام السني في السعودية والإسلام الشيعي في إيران، أصبح في هناك يعني هويات فرعية، يعني أصبح الناس تهرب لها واضمحلت شيئا فشيئا، وإن شاء الله ما ينقضي على الهوية الجامعة، الهوية الوطنية الجامعة. طبعا البعثات كانت تخضع لخطة، وكانت تتلمس الاحتياجات، وكان في وفرة في البعثات، ربما لأن الاقتصاد كان، لأن تعرفون في 2008 صارت الريسيشن الكبير في الاقتصاد، في السبعينات طبعا الحرب الأهلية اللبنانية وما تبعها من استفادة البحرين من البنوك والشركات كلها انتقلت للبحرين، فكان في كانت في يعني استقرار ورخاء اقتصادي انعكس على كم البعثات، بس كانت البعثات تنشر في الجرايد، وكانوا الناس يحصلون على رغباتهم، تنحط لهم رغبات، وبأقصى ما يمكن يتعادلون فيها. الاتحاد الوطني كان موجود بعد، بيتكلم أخوي محمد عنه، كان من لا يحصل على هذا الاتحاد الوطني يحاول أن هو يجد يعني مجالات أو للطلبة. بعد هذه حدث انتكاسة، يعني في 2013 أنا عندي هني طلعت من الوسط نسب مئوية لتوزيع البعثات والمنح حسب الرغبات، أو شي حاطين 12 رغبة، يعني من طالب بيحط 12 رغبة، أوكي؟ طيب ما علي، حطوا الطلبة الرغبات، 100% من الرغبات بس اللي حصلوا الرغبة الأولى اللي حطوها، 7%، 28% حصلوا الرغبات أصلاً ولا حطوها ولا يدرون بها، ما يدرون وين جاية، أوكي؟ والباقي طبعاً وأكثرها يعني 22% حصلوا الرغبة الرابعة، يعني صار في يعني توزيع عشوائي غريب، كأنه أنا أقول لكم شنو يصير، كأنه البعثات هذه محطوطة في جفير في سلة ومحطوطة، ويعني يلا كل واحد يعني من سبق لبق، أوكي اللي يو سوى وذي. أنا أتذكر أول يعني للسبعينات كان في امتحانات تطلبها الجامعات، الجامعة الأمريكية تطلب التوفل وتطلب في بعد امتحان ثاني الآيس، هذه إذا نجحوا فيه أوكي يابوا علامات متقدمة خذوهم، وإذا أقل يعني كان في معيار واضح موضوعي، لأن الدراسة بتكون باللغة الأجنبية أو بالإنجليزية. بقية الجامعات أنا ما عمري سمعت إن أحد سوى، هاي جامعة بريطانية والجامعة الأمريكية، لأن الدراسة بتكون بالإنجليزي، البقية ما كان عندهم. اليوم اخترعوا لنا شيء سموه امتحان القدرات، زين، وامتحان والمقابلات. المقابلة وامتحان يأخذون 40%. الحين أمن بالله الامتحان هذه حق شنو؟ حق شنو؟ يعني من حط الامتحان لازم يكون معياري، اوكي من حط المعايير مالته، وشو موضوعيا بيقيم هذا الشخص جايب 99%. انا عارف يعني هاي الاقرباء فما بالكم البعيدين، 99.9 يعني اولموست 100% ما حصل عطوه منحه، يعني كان بيجيب لازم يجيب 120% مثل مصر مثلا، يعني أشياء غريبة. طيب وين الستاندرد المعياري حق هذه عشان نقول والله هاي موضوعية نرتاح، إحنا كأهالي كناس نرتاح إنه والله هذه تقييم موضوعي.
نطلع من الامتحان واللي بيكون في أسئلة لازم الأسئلة تنشر عشان نعرفها شنو هو على أي معيار، على أي معيار، وبعدين من بياخذ بها؟ من بياخذ بها؟ يعني الطلبة ذلين، يعني يا أما النظام التعليمي في قصور، أوكي، والتربية تقول إن هو 99% ولا 99.9 هاي اللي يابها الطالب، لا مو بكفاية، لازم أسوي له الحين امتحان قدرات عشان أتأكد زين إن هو يستحق يروح الجامعة أو لا. وتشز هذه يعني قاعدين ينقضون نفسهم، لأن التربية تقول إن نظامها 12 سنة اللي درست الطالب مو بعدل. هاي واحد. اثنين، المقابلات. أنا بفهم المقابلات على أي أساس؟ شنو هو المنطق وشنو هو المعيار وشنو هو الموضوعية في المقابلات؟ في ناس طلعوا وقالوا سألهم عن مباريات كرة قدم وهم ما يعرفون شيء في كرة القدم. أنا لو يسألوني أسقط لأن أنا ما أعرف كرة القدم. اسألوهم عن أشياء ما لها علاقة. المقابلات هذه ما أنزل الله بها من سلطان، ما لها أي لا جامعة تبيها، ما في جامعة مثل مكان الامتحانات اللي تطلبها الجامعة الأمريكية، هاي ما يعترفون فيها. في شيء اسمه orientation، يروحون هناك يسوون لهم تقييم، أصلاً الجامعة تسويه إذا كان هو اجتاز هذه المواد أو في الآي بي. تعرفون أنتم الآي بي؟ الآي بي هذه شهادة دولية ستاندرد معترف بها، يطوفهم سنة الأورينتيشن ويروحون يدشون سيدة 3 سنوات بدل 4. هاي معايير الجامعة ما لها علاقة البحرين فيها. التعليم الخاص يعني اللي هو ياخذ بالآي بي وغيره، التعليم العام أيضا ياخذ بنفس المعايير، فيمتحنون هناك إذا والله شافوا مستوى فعلا عالي كما هو. مش يعني معايير الجامعات ما لها علاقة لا بامتحان القدرات ولا بالمقابلات. هذه ما أنزل الله بها من سلطان، ما لها أي معنى، ما لها أي معنى، ولا تقيس أي شيء، ولا تقيس أي قدرات. فبالتالي لما أحط عليه 40% بأي منطق، بأي مبرر؟ ثم إذ في ممكن يقولون إن والله إحنا هذا اللي عندنا من البعثات، ما عندنا 100 طالب مثل ما قالوا 100 طالب يتقدم حق الطب، أنا ما عندي إلا 4-5 بعثات حق الطب. أوكي، ما علي، أنتم ما عندكم، ولأن في ولأن في ولأن ظروف. طيب يا وزارة التربية، ما ممكن إن أنت تنسقين مع دول الخليج، مع دول العربية، مع حتى دول برا، في دول يعني أوروبا الشرقية الآن كلها، كوبا مثلا، كل الدول اللي هي عندها وتدرس ب يعني أسعار منخفضة وجامعات محترمة. يعني المستشفيات الحين تطرش كوبا حق اللي متخرجين من الطب، لأن يقولون إن أعلى مستوى في الطب في كوبا موجود، وهذه ممكن حتى ببلاش يدرسونهم هناك. في سنغافورة يعطون البعثات ببلاش. طيب ليش ما يصير؟ هذه الخطة والاستراتيجية، لما تقول الوزارة عندها خطة واستراتيجية لازم تستشعر بالنقص. والله أنا عندي طلبة بال10,000 بيتخرجون الحين وما عندي إلا حبة بعثات، وأنا محتاجة. وشن هي حاجتي؟ أكاب أطلع عيني أطالع مجتمع البحرين هالكبير، محتاجة مهندسين، محتاجة محاسبين، محتاجة أطباء. أوكي، ليش؟ لأنك معظم الأطباء كلهم أجانب، أوكي، معظم المحاسبين أجانب، معظم المهندسين أجانب، زين عيالي. فتشكيلة البعثات اللي طرحينها السنة ما أدري من طرحها، يعني لا 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 مبنى لا 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 يا ريت، معلش يا ريت نايمين. لو كانوا نايمين بنعذرهم، النوم لسلطان، النوم لسلطان ونعذرهم. ما أعتقد في نوم، أعتقد في لا مبالاة حبيبتي، في لا مبالاة، وهذه أخطر، هذه أخطر. لا مبالاة إن بس هذا اللي عندي، حوش لا تحوش، خذوا ولا تأخذوا، والباقي كيفكم. هاي مو سلوك وزارة، وزارة مسؤولة، المسؤولي شوفوا بقول لكم، علمونا هلون في علم الاجتماع، المسؤول المصنع الأول للعنصر البشري الأسرة، أوكي، ثم المدرسة، ثم المدرسة. فالأسرة والمدرسة أوكلها المجتمع أن تكون شخص قادر
على أن هو يأخذ أدواره المجتمعية أوكي المستقبلية بشكل موزون ويكون عنصر منتج. كل يوم يقولون تبطلون الصحف مكتوب العنصر المنتج، البحرين لازم تكون فيها عناصر منتجة، الإنتاج الإنتاجية من وين؟ أنا أقول لكم التعليم الحين يطلع للناس أنصاف جهلة، أنصاف جهلة. وأنا درست في أكثر من جامعة ما يعرفون يكتبون يدهم، سوري ما يعرفون يكتبون اسمهم، يقعد في المدرسة في الجامعة الأجنبية يدرسون بالإنجليزي يقول ليش ما تشرحين لنا بالعربي؟ يعني وهاي دليل إنه طب 12 سنة درست إنجليزي 12 سنة، بعدين ليش اخترت الاختيارات عشوائية؟ ليش اخترت تدش في جامعة تعليمها إنجليزي وأنت ما تعرف إنجليزي؟ ففي عشوائية. طيب أنتوا نظرة وعقب جيل جيلين ثلاثة إيش حال هذه الأجيال؟ وشنو وإيش حال البحرين؟ وإيش حال التنمية فيها؟ وإيش حال العنصر البشري الأساس؟ بس بترككم مع هاي التساؤلات، شكرا سامحوني على الإطالة. نشكر الدكتورة هدى. صراحة احنا سعيدين، يعني يمكن عندنا نماذج من ضحايا المحرومين من البعثات، ودنا نستمع لهم ان شاء الله بعد ما نخلص، يعني كنا نتمنى اكثر. بغيت اوضح بالنسبة حق الدكتورة هدى قبل لا نعطي الكلمة حق الأستاذ محمد العرادي، يعني بالنسبة حق الخطة، أنا يعني اليوم بغيت شيء عن البعثات، قعدت أطالع في الإنترنت فعرفت أن سنويا تعد خطة للبعثات، وقلت مظاهر الخطة يعني يمكن يعني التغير مع التغير ومع متطلبات المجتمع ومع التغير، حتى يعني التقديم صار إلكتروني عبر الموقع الإلكتروني حق البعثات، ومن ضمنها يعني هاي مع تلاؤمها تلاؤم البعثات مع سوق الاحتياجات سوق العمل، ويعني بعض المظاهر بس هل تطبق؟ هاي السؤال. نعطي الكلمة حين حق الأستاذ، نقول نستمع إلى ما يكمل وجهة النظر حول الموضوع للأستاذ الفاضل محمد العرادي، محمد حسن العرادي أبو حسن، وهو كذلك غني عن التعريف، ويعد موضوع البعثات من أهم القضايا التي تؤرق، ودائما ما يتكلم في السوشيال ميديا، وهو إعلامي مهتم بالشأن العام ونائب رئيس جمعية مبادرات البحرين الأهلية، فليتفضل أستاذ. مساء الخير، شكرا للمنبر التقدمي الذي يستمر في ممارسة دوره الثقافي والريادي ويفتح المجال للجميع من خلال هذه المنصة للتواصل والإبداء الآراء ولإعادة توجيه الرأي العام. اسمحوا لي في البداية أن أبارك لكم هذه المناسبة الليل في هذه الليلة، وهي ذكرى انتصار حرب أكتوبر 1973 التي مر عليها 46 عاما، حينها توحد العرب شعوبا ودولا وحققوا الانتصار، فتحية إلى كل الشهداء الذين سطروا بدمائهم هذا الانتصار. قبل أن أبدأ أود أن أتكلم خارج النص، لأنني سألتزم بالنص ليس كما فعلت الدكتورة وطولت خدت ساعة كاملة، خدتين ساعة. نعم جميل. جلالة الملك في بداية العهد الإصلاحي صرح بأنه الوزير لن يستمر أكثر من 4 سنوات، وبأنه الوزير الخارق للعادة والمتميز سيستمر مكسيمم 8 سنوات. وزيرنا عليه السلام استمر لحد الآن أكثر من 17 سنة، وربما يكمل من 2002 إلى 2019 17 سنة، وسيستمر. يعني كما أشرت إلى ذلك سابقا في مداخلة سابقة في هذا المكان أيضا، بأن الوزير استلم الطلبة المتخرجين من الجامعة
من الروضة، يعني من لما كان عمرهم 3 سنوات وصلهم لمكان 3 سنوات زائد 17 سنة، عمرهم 20 سنة يتخرجون من الجامعة. فأعتقد بأنه مع كل ما يقال عن الدمار الذي لحق بالتعليم، آن الأوان للمطالبة برحيل هذا الوزير ورحيل عدد كبير من المسؤولين في وزارة التربية الذين أثبتوا بأنهم في كثير من الأحيان يمارسون التمييز ضد مصلحة الوطن وليس ضد مصلحة الطائفة. أنا أتكلم بأن الوطن هو الذي يتضرر وليس الطائفة الفلانية أو العلانية. نقطة أخرى قبل أن أبدأ، التعليم مسؤول عن كل شيء في البحرين. الصحة هي نتاج التعليم، العمل الاجتماعي هو نتاج التعليم، الزواج نتاج التعليم، الولادة نتاج التعليم، لأن الناس قاموا يضبطون روحهم إذا ما يجيبون الولد قبل شهر 10 أو عقب شهر 10 ما يخفق من التعليم، بيخسر سنة، فيوقتون الولادة على موضوع متى بيدش المدرسة. زين، الزواج أيضا الناس ما تتزوج إلا بعد ترتب موضوعها قريب من التعليم، تقدر تدرس ولادها ولا ما تقدر تدرس ولادها، تقدر تجيب كم من ولد بعد التعليم لا يحدد، لأن التعليم صار مكلف. في بعض الزوج مطلوب، في بعض المدارس اليوم التي تدرس المرحلة الابتدائية في القطاع الخاص، تخيل مرحلة ابتدائية تكلف في حدود من 4، يعني على اختلاف المدارس، من 4000 إلى 8000 دينار في التعليم الخاص. ليش؟ لأن التعليم الحكومي انضرب، الناس راحوا التعليم الخاص لأن التعليم الحكومي انضرب. زين، ليش انضرب؟ لأن أنت أهنت المعلم. واليوم بمناسبة يوم المعلم نبارك لكل المعلمين في البحرين الذين دفعوا قسراً للتقاعد. أكبر عدد من المتقاعدين تقاعد مبكر هم المدرسين والمدرسات. تم ضرب التعليم، ومش فقط تم ضرب التعليم، ألغيت عدد من المدارس وأصبح الفصل الواحد يضم أكثر من 40 طالب. أي تعليم ممكن يتحقق في صف في 40 طالب؟ تمام. وتم في الآونة الأخيرة أيضا أخفقت الوزارة في بناء المدارس الجديدة، وبالتالي ما في مدارس رغم أن السكان ارتفع من 600,000 إلى 1.5 مليون ولا يزال الحبل على الجرار. وبالتالي أنا أعتقد مع هذا التدمير، مع هذا التدمير الممنهج، وأنا أصر على أنه ممنهج ومخطط له، ويعني إذا لم يكن كذلك فهذه كارثة أخرى، إذا لأن احنا عندنا ما شاء الله الحين عدد من الوكلاء الوزارات كلهم كل واحد منهم يتسابق مع الثاني في التفنن في كيفية تعطيل العملية التعليمية. فاسمحوا لي على هالمقدمة الشرسة نوعا ما. سألتزم بالنص الآن. البعثات، البعثات حق لجميع المواطنين دون تمييز، وهي ليست منا من أحد، لأن المتفوق من حقها أن يحصل على البعثة في ظروف متكافئة كما جاء في الميثاق والدستور، وليس لأنه ابن فلان ولا يعرف فلان ولا موصى عليه من علان. يجب أن تكون البعثات خارج إطار التنافس السياسي والطائفي وحتى الاقتصادي، مو لأن ولد تاجر توديه، ولا لأن ولد شيخ توديه، ولا لأن ولد قاضي، ولا لأن ولد وزير توديه، لا، لأن جاب مجموع يؤهل للجامعة. من يسعى لتأسيس ملف التعليم، ملف البعثات عفوا، والتحكم به من أجل خلق توازنات طائفية أو سياسية معينة، يتسبب في جريمة بحق الوطن. ويجب أن يعي المسؤولين والجميع حجم التدمير الذي لحق بالمجتمع بأسره جراء استمرار هذه السياسة. هناك من يتعمد التمييز في البعثات بطرق ملتوية لا يمكن وضع اليد عليها مباشرة، بقصد الضغط على فئات معينة لإعادة توجيههم وأخضاعهم للسيطرة. بعض الجماعات تعمل على احتكار البعثات. هناك جماعة الكل يعرفها مسيطرة على وزارة التربية والتعليم، تودي البعثات باتجاه التي تبغي وتوزعهم
كيف ما تشاء، فتعطي من تحب البعثات المتميزة وتبعد من تبغض عن البعثات المتميزة، لأنها تريد أن تفرض سيطرتها على مواقع المسؤولية. لأنه أنت إذا تخلق وتوجه البعثات، الأوتبوت النهائي مال الوظائف خاضع للبعثات. يعني إذا تخرج واحد مهندس بيمسك وظيفة مهندس، تخرج واحد طبيب بيمسك طبيب وظيفة طبيب. وبالتالي إذا أنت أبعدته من البداية وكسرت مجاديفه وخليته يقعد عند البيت عند الوالدة، بتمارس عليه إقصاء للجامعات الأخرى وإبعادها عن المنافسة. هذا النهج يجب أن لا تقره الدولة، يجب أن ينتبه له الجميع، لأن فيه دمار للدولة وليس لدمار لطائفة أو مكون. الجماعة الساعية للسيطرة على البعثات، آن الوقت للمطالبة بصوت عالي بتفكيكها وإبعادها عن موقع القرار. يعني أنا ما أشوف ليش جماعة الفلانية السيطرة على كل البعثات في الوزارة، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ويجب العمل على تثبيت جهاز إداري وطني يضع المصلحة الوطنية العامة أمام عينيه، بعيداً عن التفكير السياسي والمذهبي والفئوي. إننا نطرح موضوع البعثات واختلالات معاييرها عاماً بعد عام. كل سنة نتحكي عن البعثات، لكن عمك أصمخ، ما حد يتحكي عن الموضوع، لإدراك الجميع أن هذا التمييز والاختلالات ستضعف وحدة الوطن وتنال من مستقبل أجياله وتنميته. في العنوان الثاني تاريخ البعثات، نظام الابتعاثات. طبعا الدكتورة يعني خدت كثير من هاي النقاط، لكن أنا بفصل فيها شوي. نظام الابتعاث للدراسات العليا بدأ مبكرا مع انطلاق التعليم في البحرين في بداية القرن الماضي اللي هو 1919، ولم تكن الدولة بنظامها الحالي قد تأسست بعد. يعني التعليم بدأ قبل الدولة، التعليم النظامي بدأ قبل أن تتأسس الدولة. التعليم البحريني بدأ بتأسيس مدرسة جوزة البلوط في عام 1899 كما أشارت الدكتورة هدى، ونتيجة لتعثر الموارد المالية لإدارة هذه المدرسة تحول التعليم إلى نظامي في العام 1919، وكانت البحرين تحت الانتداب البريطاني، وهكذا بدأ التعليم النظامي مقنناً ومضبوطاً ومسيطراً عليه. في جميع دول العالم يبدأ التعليم متواضعاً ثم يتطور حتى يصبح النظام متكاملاً ومتماسكاً، يساهم في تأسيس مختلف أجهزة الدولة. الدول اللي يتأخر فيها التعليم تتأخر في التنمية، تتأخر في الاستقرار، تتأخر في كثير من القضايا، في الصحة، في كثير من القضايا، في الوعي، في كل شيء. لكن كلما تطور التعليم تطورت مؤسسات الدولة وصارت أفضل. وهكذا كان الحال في البحرين حتى بدأ التعليم في الانحدار في عصر هذا الوزير. إن توجيه وتحديد سياسات التعليم والتعليم العالي هي الأساس في التحكم في مسارات التطور الاجتماعي والأكاديمي في أي بلد، وهي من بين أهم السياسات التي تساهم في التحكم وتوجيه البعثات. في أول بعثة للدراسة الجامعية كما أشارت دكتورة هدى في العام 1937، برز الوجه القبيح للتمييز. 8 أشخاص تم ابتعاثهم، 3 من الأسرة الحاكمة و5 سنة، ما فيهم ولا شيعي، كان الشيعة مو موجودين. رغم معارضة بلغريف، فلقد جاءت البعثات اللي تلتها، لأن التعليم وقف تقريبا في حدود 12 سنة تعليم الابتعاث الجامعي من 1937 إلى 1945، 12 إلى 13 سنة عطل التعليم الجامعي، قال لا حد يروح يدرس. زين، بس البعثات اللي راحت بعدين صارت مشتركة لأن الوضع فرض نفسه على، وكانت متوازنة إلى حد ما بين مكونات المجتمع، وشكل ذلك نواة لتأسيس وانطلاق نهضة البحرين في القطاعين الرسمي والخاص والقطاع الأهلي أيضا. انتبهت الروابط الطلابية التي بدأت في التشكل كإطار نقابي يدافع عن مصالح الطلبة في النصف الأول من القرن الماضي لأهمية البعثات، وسعت إلى فتح آفاق الدراسة الجامعية أمام أبناء البحرين.
من أوائل الروابط اللي تأسست كانت رابطة بيروت ثم رابطة القاهرة. 55 القاهرة و 45 تقريبا بيروت. أي حلقة بيروت. تمام؟ وفقط إشارة، القاهرة التي تأسست كرابطة ثم تحولت إلى عنصر فعال في الاتحاد عادت لممارسة اسمها كرابطة في العام 1978 نتيجة الضربة التي وجهت للاتحاد الوطني لطلبة البحرين. يعني تمام، تطور أداء الروابط الطلابية التي تأثرت لاحقاً في الاتحاد وتمكنت من توقيع العديد من البروتوكولات التعاون من أجل توفير البعثات إلى أبناء وبنات البحرين في العديد من دول العالم، وساهم ذلك في انتشار التعليم الجامعي. دور الاتحاد الوطني لطلبة البحرين، وبالمناسبة كما لفت أخي السيد فاضل، أنا كنت رئيس لفرع القاهرة عدد من الدورات وعضو مجلس إداري من عام 1983 إلى أن ودع الاتحاد. وحين يذكر التعليم الجامعي في البحرين يبرز إلى الواجهة دور الاتحاد الوطني لطلبة البحرين الذي لا يمكن أن يغيب مهما حاول البعض أن يهمش أو يخفي دوره الذي كان رائداً في خدمة الطلبة لعقود من الزمن. نجحت الروابط الطلابية في التوحد في العام 1972 تاريخ 25 فبراير، وبدأت الحقبة الذهبية للبعثات في البحرين، لأن الاتحاد فتح فروع في روسيا، والاتحاد ما كان يعرف باسم الاتحاد السوفيتي سابقا، كان في 3 أو 4 فروع، وكان الفروع الاتحاد تسهر وتعمل من أجل تحصيل بعثات للطلبة، وكانوا أولاد البحرين يروحون يدرسون على حساب الحكومة الروسية ويتخصصون في أدق التفاصيل في أدق التخصصات العلمية، وهناك عدد كبير منهم الآن موجود في البحرين يمارس مهن الطب ويمارس الإدارة ويمارس وفي القاعة. نحييهم أيضا إذا سمحتوا لي. وذات الأمر وقع في دول أخرى، في العراق وفي سوريا تم توفير عدد كبير من البعثات المجانية لأبناء البحرين. في السبعينات كان في بعثات مجانية، اليوم أنت تقول ما مش بعثات عندك. في السبعينات كانت الدول تفتح أبوابها، العراق وسوريا ومصر تقدم بعثات لأولاد البحرين على أدم على قلنا على قد من يشيل يعني. زين، أذكر وهي إشارة يمكن تجاوزتها الأستاذة الدكتورة، في دفعة 75 أعلن على صفحات الجرائد عدد الطلبة الذين حصلوا على بعثات ومقاعد دراسية في الجامعات العراقية، وأعلن أيضا عدد الذين حصلوا على بعثات في الجامعات المصرية بالمئات، ولم يتحدث أحد ولم يشتكي أحد. وكان أول الأسماء المطروحة في قائمة المبتعثين للعراق أخونا الأستاذ محسن حميد محسن، فوجه له تحية. طبعا أنت إيمان أيضا، طبعا الأستاذ حميد محسن رئيس الجمعية الاجتماعيين البحرينية. كان الاتحاد الوطني دورا بارزا ولافتا من خلال فروعه المنتشرة في كثير من دول العالم في الحصول على بعثات للتعليم. إذا كانت وزارة التعليم قد فشلت في توفير بعثات فلتتنحى جانبا ولتتيح المجال إلى مؤسسات المجتمع المدني لكي تبدع كما أبدعت سابقا. لعب الاتحاد دور الملحقيات الثقافية لتسيير شؤون الطلبة في الوقت الذي لم تكن لدى البحرين سفارات ولا ملحقيات ولا علاقات دبلوماسية. اليوم احنا عندنا سفير في روسيا الأستاذ أحمد السعاتي، تمام، لكن في ذيك الوقت ما كان في سفير ولا كان في ملحقية، ومع ذلك وكان ما في علاقات دبلوماسية، وكان اللي يرجع يلعنون أبو شنيد، انت رايح كيف رحت من وداك جبهة التحرير ولا من. وفر الاتحاد فرصا هائلة للدراسة الجامعية في العديد من التخصصات العلمية، ويمكن القول بأن الاتحاد وفر الجيل الأول من الأطباء والمهندسين والوزراء والمدراء والمسؤولين في البلاد. وعندما تحولت إدارة المعارف إلى وزارة التربية والتعليم مع بداية عهد الاستقلال، كان هناك تعاون بين الاتحاد وبين الوزارة، لأن الاتحاد كان هو صاحب الخبرة والوزارة ما كانت تعرف بشيء، كانت ها
ها؟ نعم. وشكلت فروع الاتحاد تحديدا في مصر والعراق والكويت وسوريا والاتحاد السوفيتي آنذاك والهند وبريطانيا الرافعة الأساسية لطلبة البحرين، بل ساهمت في إبراز طاقات هائلة لعبت دورا كبيرا في بناء الدولة. الهجوم على الاتحاد وإنهاء دوره. عندما اشتد عود الاتحاد وأصبحت فروعه ذات حضور قوي على الساحات العلمية والعالمية، برز اتجاه رسمي يسعى إلى تقليص دوره لتحجيمه وإنهائه لاحقا دون مراعاة العواقب الوخيمة التي نتجت عن هذا التوجه ذو الطابع السياسي في المقام الأول. بدأ الهجوم المضاد على الاتحاد في العام 1975 في نهاية 74 بداية 75 76 باستهداف أقوى فرعين للاتحاد من خلال فرع الكويت وفرع القاهرة. يصادف أن الدكتورة في فرع الكويت وأنا في فرع القاهرة أيضا. وتمت ابتداع وكل بدعة ضلالة ابتداع أندية طلبة البحرين في العام 75، وأنشئت نادي طلبة البحرين في الكويت ونادي طلبة البحرين في القاهرة، وبدأت تمارس تضييقات وترتيبات أمنية مع الأجهزة الأمنية في تلك الدول من أجل قمع الاتحاد وقمع طلبة لكي لا يبدعون. وشرعت السفارات في التضييق على الطلبة البحرينيين في الخارج ومضايقتهم بالتنسيق مع السلطات الرسمية لتلك الدول، وتمثل ذلك في العديد من المضايقات والاستدعاءات الأمنية في الداخل والخارج. مثال، إحنا في القاهرة كانوا يستدعوننا في أيام الامتحانات للتحقيق. يوم الامتحان أنت عندك باكر امتحان، يجون يستدعونك اليوم حق التحقيق. زين، فرع القاهرة أخونا أبو زياد هنا موجود، فرع القاهرة خلف مقر المخابرات مالت الأمن الدول العربية. أنت ما يمديك تسوي نشاط لهم قاعدين عندك. عموما لم تكتفي رافق الهجوم المضاد على الطلبة إطلاق مجموعة من المغريات وحزمة من مالية لطلبة الأندية. تروح النادي تحصل كل التسهيلات، تبقى في الاتحاد حتى بعثت ما تحصل، ويسمحون لك بعض تنتقل يعني من قسم إلى قسم وبعثاتك باقية، بينما إذا أنت من طلبة الاتحاد مالك حق تطلع حتى من السكن الجامعي مال الطالبات مساكين كانوا مرسوم عليهم قمع مزدوج. لم تكتف الجهات الرسمية بذلك، بل أطلقت عملية أمنية واسعة في الداخل أدت إلى منع مئات الطلبة من السفر ومواصلة الدراسة في العام 1977. وقد أدى ذلك إلى تغيير مسار ومستقبل الكثير من الطلبة، طلبة جامعيين، ناس كانوا على مشارف التخرج منعوا من الدراسة قعدوا عند في البيت. زين، طلبة كانوا رايحين متخصصين متفوقين، اللي يدرس طب، اللي يدرس هندسة، اللي يدرس علم الاجتماع، اللي يدرس رياضي، أي شيء منعت السلطات من وكان يمكن إن تجيب هاي الناس وتقول لهم تعال أنت، أنا بعطيك فرصة تكمل التخصص مالك، ابتعد عن الاتحاد، لا تروح الاتحاد، ترى ما بتكمل على الأقل تقدير. بس ما كان في، كان في إجراء أمني، 210 طالب أعتقد تم منعهم في عام 77 من مقاعدة الدراسة. مقاعدة الدراسة لقد اختارت السلطات الرسمية الطريقة الأمنية لمعالجة أزمة الحضور البارز للمعارضة السياسية وسط الطلبة بدل المعالجات العلمية أو الاجتماعية والحوارات الهادئة، وكان يمكن احتواء سوء الفهم بين الطرفين. ساهم هذا التوجه في إغلاق الباب أمام الطلبة ومنعهم من الحصول على فرص تعليمية مجانية في العديد من دول العالم. ولا بد من الإقرار بأن الإغراق في تسييس الاتحاد في مرحلة من المراحل من قبل المعارضة كان له دور سلبي أيضا في هذا الجانب. انعكاس الموضوع على البعثات، مع انطلاق العام الدراسي 77-78 بدأ أن وزارة التربية والتعليم قد نجحت في السيطرة والإمساك بأول خيوط التحكم في البعثات الجامعة من خلال إطلاق سياسة تجفيف المنابع التي تغذي فروع الاتحاد. يعني كان صار في مثلا اذا في فرع قوي ما يودون طلبه هناك، زين، او اذا في يودونهم يوزعونهم في المحافظات. انا اذكر في مصر مثلا في عام 77-76 احنا كنا ضمن البعثه دي، تم قبول 52 طالب في اسيوط. اسيوط في ذيك الفتره
في 76، يعني من ناحية تطور حضاري وكذا وشغل متخلفة أقل من أي أسوأ قرية في البحرين، أو أقل قرية تحضراً. زين، يعني احنا كنا نعيش مثلا في منطقة أسود نشتكي من البعوض ويعضعض فينا يعني طول اليوم، ونمشي نروح الجامعة على حنطور أو مشي. زين، والدفعة اللي قبلنا كانت 42 طالب أو 48 طالب. زين، فقط من باب المثال في دفعتنا 52 طالب في أسيوط، بقى منهم اثنين، أنا واحد اسمه أخونا سرحان الله يذكره بالخير، في السنة اللي عقبها منعوه من السفر. فمن أصل 52 بقى واحد بس يدرس في هالموقع. وفي نفس الوقت الدفعة اللي قبلنا اللي هي في حدود 48 طالب بقى منهم 10، والباقي كلهم اللي رجع البحرين ما قدر يواصل، اللي حاول يحول. طبعا كان في أيضا جامعات أخرى على المنصورة وغيرهم، وهذا الموضوع طبق على مواقع أخرى أيضا، على العراق، على سوريا، على مواقع أخرى. تزامن التضييق على فروع الاتحاد بالخارج مع تحجيم وملاحقات أمنية داخل البحرين ومنع النشاط الصيفي للاتحاد الذي كان يقوم على التواصل مع الطلبة الجدد الراغبين في الدراسة بالخارج ويعطيهم فكرة وش يدرسون. الواحد يطلع من الثانوية العامة ما يدري وش يدرس، أنت عندك نسبة بس أنت يعني مفترض أن تقارن بين معدلك وبين توجهك وبين هوايتك وبين رغبتك في سوق العمل أو قدرتك على أنك تندمج في سوق العمل. في العام 75 عفواً كانت تلك نقطة اللا عودة في طريق السيطرة التامة على البعثات وإعادة توجيهها حسب معايير الولاء والطاعة. أنت تحصل بعثة إذا عندك ولاء، ما تحصل بعثة إذا ما عندك ولاء، مع ما تبعه ذلك من تقليل التنافسية وقتل روح الإبداع لدى العديد من الطلبة. في العام 75 نجحت الضغوط الرسمية في تجفيف منابع الاتحاد وإبعاد الطلبة عن الالتحاق بفروعها، الأمر الذي أدى إلى استفراد بالطلبة وإنهاء الدور الذي كان يقوم به الاتحاد لتوفير البعثات والمنح الدراسية في الخارج. وبدأت الوزارة في اعتماد تشتيت الطلبة كما أشرت منذ قليل. البعثات مسؤولية الوزارة بالكامل، كان في قبل الاتحاد يشارك إياهم. بشكل عام البعثات يجب أن توزع بعيداً عن التمييز وتطبيقاً لمبدأ العدالة والمساواة، ولكن الوزارة استطاعت أن تستحوذ وتتحكم في معظم البعثات وتقلل وتقنن منها. يعني أنت تقول أنت من الدكتورة قالت أن مثلاً عندك 4 بعثات طب، مو صحيح، مو عندك 4 بعثات طب، أعلنوا السنن عندهم بس 4 بعثات طب، بس هذا الكلام مو دقيق. جامعة البحرين، جامعة الخليج العربي منذ تأسست هناك اتفاق بين الدول الست، كل دولة لها 20 مقعد، مينيمم 20 مقعد. زين، يعني هي جامعة واحدة بس جامعة الخليج العربي عندها 20 مقعد. جامعة السلطان قابوس تمنح البحرين سنويا 5 بعثات يعطب ويعلنون عن واحدة بس. زين، وجامعات أخرى أيضا تقدم، يعني مصر الإيرلندي. زين، مصر تفتح المجال لأي واحد يجي يدرس طب، إذا أنت مجموعك فوق 90 تقبلك الجامعات المصرية الأصلية الحكومية، ما أتكلم عن القطاع الخاص. زين، أوكي رسوم تدفع بس في فرق. يعني أنا بضرب لكم مثال، يعني رسوم الجامعة الأهلية أو الحكومية في مصر في السنة تكلف في حدود 700 دينار كرسوم، 700 إلى 1000 دينار كلية الطب. زين، الرسوم في الجامعات الخاصة تكلف من 7000 إلى 9000 دينار في مصر. يعني أنت مثلا تروح جامعة العلوم والتكنولوجيا تدفع في حدود 7000 إلى 8000 دينار رسوم فقط. إذا قبلت في جامعة الإسكندرية ولا جامعة القاهرة ولا العين شمس ولا أي جامعة من الجامعات عندهم ما شاء الله يمكن في حدود 12 أو 14 جامعة، التكلفة في حدود 700 دينار. زين، مهندسين وأطباء أيضا. زين، طيب أنت يا حكومة البحرين عندك بروتوكول تعاون ويا مصر، ويا مصر، وتجيب من عندهم مدرسين، خلوا أولادنا يروحون يدرسون هناك ضمن ترتيباتك وزارة ويا وزارة، وعندكم علاقات ما شاء الله لهني. نفس الشيء بالنسبة للعراق. العراق في ديك الفترة في أيام العز
أيام ما كان دينار العراق دينار 400 فلس بحريني زين جانب 300 دينار. طيب كانوا يعطون البحرينيين بعثات مجانا في جامعة البصرة وفي جامعة الموصل وفي جامعة بغداد والمستنصرية. تفضل. صحيح. زين ليش وقفت هاي الجامعات؟ طيب أوكي في جماعة كانت تدرس أيضا في جامعات أخرى. زين طيب أنت ليش عطلتهم؟ ليش أنت تصر على أن إذا في طالب يبغي يحصل بعثة لازم يمر عن طريقك؟ مو للتسهيل، للتعويق، للعرقلة. زين أنا عندي مثلا أحد من أهلي راح طلع قبول بفلوس إلى ولدي يدرس طب في الشارقة وحصل ودفع رسوم، جاء أمر وزارة التربية والتعليم في البحرين مي موافقة. كجاء مرحب أنت موافق على أساس؟ أنا ولدي جايب مجموع عادل وتقبل الجامعة والجامعة دي معترف فيها، وتعرفون أن التعليم في الشارقة متطور في مدينة جامعية كبيرة جدا. شيخ سلطان ما قصر فاتح جامعات بالهبل، محول الشارقة إلى مدينة جامعة من أفضل المدن الجامعية. تمام؟ أنت ليش تتدخل تروح تمنع عمل القبول؟ أو واحد يحصل قبول في الجامعة في جامعة سلطان قابوس يقولون لا أجيب لنا موافقة من وزارة التربية والتعليم. عدم ممانعة. حق ويش عدم ممانعة؟ أنت كجا أنت إيش بتسوي؟ زين أنت ما إلك خص في الموضوع، أنت ضيقت على الناس ما عطيتهم بعثات، راحوا تصرفوا وطلعوا بعثات. الكويت عندها استعداد تقبل كل أولاد البحرين بدون منه وبدون شيء، وتقول لهم حياكم على العين والرأس، ادرسوا وتعلموا واشتغلوا بعد. أنت ليش تقول حق الناس حق الكويت لا تشغلون البحرينيين؟ زين وإذا بتشغلونهم عطوهم معاش أقل من المعاشات اللي تعطونه اللبنانيين والفلسطينيين والعراقيين، ولو يعني حقوه يعني. يعني إذا كان طبيب مثلا مصري ولا سوري ولا كذا ينتسب يروح يشتغل في الكويت، متخرج من مصر ويروح يشتغل في الكويت يحصل 5000 دينار مثلا، إذا يروح البحرين يقول لا 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 تعطيهم 5000، 1500 حدهم أساس لا يختمون علينا في البحرين. إنزين يختربون عليك، أنت ما تشغلهم في البحرين، ما تعطيهم وظيفة في البحرين، يختربون عليك على أساس. فأنت مو بس قتلت البعثات، أنت قتلت البعثات وأغلقت الباب أمام روح الوقت طويل. أوكي ما علي أحيان بخلص أنا. لا ما قد قدش. عموما عندنا نقطة ثانية أيضا وباختصر، عندنا نقطة ثانية. أنت اليوم أخذت قرار بأنك توقفت البعثات وقلصتها إلى الحدود الدنيا، هذا دفع الناس على أن تبحث عن أبواب أخرى. فتحوا أوكرانيا، فتحوا روسيا، فتحوا الصين. قلت مالي قمت أنت قلت ما معترف فيهم، حقوها مو معترف فيهم. جامعات مثل في أوكرانيا ترتيبها التصنيفها العالمي في حدود 200، وجامعات البحرين اللي أنت تتكلم عنها في حدود فوق 1000 في الرانك العالمي. زين من المعترفين من اللي مو معترف فيه؟ زين بعدين اوكي جبت انت واحد جاء معترف فيه وجاب طلع جامعه وخد درس عنده يدرس في الصين وجامعات الصين اكيد الصين مجننه امريكا. زين انت تقول لهم انه مو مقبول ان انت تروح تدرس في الصين، ومع ذلك انت تعطيهم منح. في بعضهم ممنوعين من الدراسه في الصين وفي اوكرانيا وانت تعطيهم منح 400 دينار في السنة، يعني صدقة 400 دينار وش تسوي؟ قيمة التذكرة ما تجيب. التداعيات أساس نختصر شوي، خلقت تداعيات الناتجة عن أحداث 2011 مناخا مواتيا لفرض حالة من التشدد والهيمنة، تحولت في مرحلة لاحقة إلى فرصة للتعدي على حقوق فئات معينة من المواطنين تحت حجج واهية، وساهمت في حرمان المتفوقين من حقوقهم الطبيعية. في بعض الطلبة كانوا على في مقعد الدراسة قطعوا البعثة عنه. تعال أنت على أساس قطعت البعثة عنه؟ والله لأن أبوك فلان، ولا أن أمك فلانة. تحق ويا خلد في ده يعني. عموما استغلت بعض الجماعات السياسية الفوضى المجتمعية التي نتجت عن أزمة 2011 للنيل من حقوق قطاع واسع من المتفوقين وحرمانهم من الحصول على البعثات التي يستحقونها، وساهمت في صدور قرارات مجحفة بحقهم.
أدى التضييق الذي مارسته الوزارة والتعليم إلى حدوث حركة ارتدادية. هاي اللي أشرت لها من شوي، أنت ما تبغيني أدرس عندك في البحرين؟ أنا أروح أدرس برا. إحنا عندنا في داخل قريتنا على سبيل المثال في عراد، زين، عندنا أكثر من 15 واحد يدرسون في الصين، كلهم مجموعهم طلب مجامع مالهم فوق 95، 95، 96، 97، 98، 99. زين، أنت ما تبغي تعطيهم من دراسة، ولين كتبت لك تعطيني 12 رغبة وتعطيني تال، تقول أنت وافقت على الرغبات، أنت كتبت رغباتك يعني أنت موافق، ما تحصل رغبة ولا تحصل رقم 12. أنا ما أبغي يدرس، أنه يدرس لي مثلا شيء، أي أنا أبغي يدرس، لأنه بعد للعلم فقط. وأسف يا سيدة أم السادة، اليوم في 14 تخصص في جامعة البحرين ما لهم فرص عمل، 14 تخصص تحت إشراف الوزير في وزارة التربية والتعليم ما لهم قبول في سوق العمل. إنزين سكرهم، لا تحقوا تخليهم، أنت تجيب الأولاد تدفعهم يدرسون هنا وأهلهم يدرسونهم برا على حسابهم، تقول له لا تدرس على حسابك، تعال قاعد يدرس في القسم اللي مو معترف فيه حتى اللي طلعت ما تقدر تشتغل. حقوا في من منكم ما يعرف أشخاص يتمون بالعشر بالأربعة عشر سنة بدون شغل، هم خريجين جامعيين؟ طيب أنت على أي أساس تخرج؟ وخاصة طلبة الشؤون الاجتماعية، العلوم الاجتماعية، جماعة الاجتماعيين، زين، علم الاجتماع ألغى. زين أنت عندك كم من مدرسة اليوم؟ أنا بضرب مثال، عندك على أقل تقدير 700 جمعية في البحرين، من بينهم 100 جمعية خيرية في المناطق المختلفة. كل جمعية خيرية محتاجة إلى باحث اجتماعي، مو واحد، واحد واثنين حسب السكان، تمام؟ المدارس محتاجة إلى باحث اجتماعي، فيها مشاكل في سلوك بالهبل، الاكتظاظ الدراسي في الفصول التعليمية محتاج لأن يكون باحث اجتماعي يعالجهم، يعرف يتعامل معهم. هناك فرص لكن هناك قسراً إغلاق لهذا الفرص. هذا النهج التدميري أثر على مخرجات التعليم وأدى إلى عدم توافق المخرجات مع متطلبات سوق العمل، وأدى هاي التخبط في سياسة البعثات إلى إحداث فراغ مهني. أم السادة طالعني وبعد أسوي اختصار. هناك خسائر وطنية، قد أدى هذا النهج غير الواقعي أو الواعي إلى تفاقم العديد من الأزمات الاجتماعية، وساهم في إيجاد طبقة من المتمصلحين والانتهازيين، وانعكس التمييز الذي تمارسه الوزارة مع انتشار المحسوبية سلباً على مستوى الأداء في جامعة البحرين، وأدى إلى استبدال الطاقة من الكادر الإداري التعليمي، فنشوا المدرسين الأساتذة اللي يعرفون يدرسون في جامعة البحرين، فنشوهم وجابوا أجانب، زين، بحيث أن هذين أجانب أو مجنسين أو ما إلى هنالك، المهم جابوا ناس أقل مستوى. تعرفون كم عدد الطلبة في جامعة البحرين؟ 33,000 في جامعة البحرين، ونصهم بس اللي يتخرجون، لأنهم النظام مالهم يوصيك لسنة رابعة ويطلعك برا، يخليك ما تقدر تواصل، لأن المعدلات، نظام المعدلات يخليك أنت ما تقدر تطلع بالمعدل المطلوب تخرج، لأن ممنوع تتخرج بأقل من 2.2 أعتقد. زين، فطلب أي وصل مسكين يتبحر واحد 3 سنين 4 سنين تا يقول معدلك ما يساعد، ولما يطردونه من الجامعة ما يعطونه بعد شهادة بحيث يروح يكمل جامعة ثانية، يقول له روح الحقها. طيب من وصل للخلاصة شوي، أعتقد بأننا نحتاج إلى إعادة النظر في سياسة الابتعاث، وأن نبعدها عن التجاذبات السياسية والمذهبية، وأن ننظر لها بمعيار وطني صرف حريص على أبناء مستقبل أبناء الوطن. يجب أن ينظر إلى المتفوقين الخريجين باعتبارهم ثروة وطنية تشكل أساس قوي للتنمية المستدامة التي تكلمت عنها الدكتورة، ويجب توظيفها لتحسين فرص الدولة في المنافسة والتطور في ظل عالم لا يعرف حدود ولا يعترف بالقوميات. تستطيع الدولة معالجة قضية الخريجين الجامعيين وخاصة أصحاب المهن العلمية المطلوبة في الدول المجاورة عبر توقيع بروتوكولات تعاون تسمح بتوظيفهم وتهيئتهم لدعم الاقتصاد الوطني عبر التحويلات المالية. يعني هم إذا راح اشتغل في قطر ولا اشتغل في الكويت ولا اشتغل في الإمارات ولا في السعودية بيجيب بيزات هنا، بالنهاية بيصرف على أهله مكان ما يقعد علة في جبدهم. الوزارة مطالبة بفصل التعليم العالي عن التعليم عن وزارة التربية والتعليم. ما يصير وزير التربية والتعليم هو نفسه وزير التعليم العالي،
يا اخي ما يصير انت لمني وانت لمني وانت بعد تالي تلغص. فلازم ينفصل التعليم الجامعي عن التعليم الاساسي مع وضع الاشخاص المناسبين في المواقع المناسبه بعيدا عن المحسوبيات من اجل الارتقاء بمستوى التعليم. لابد من وضع خطط استراتيجيه تراعي الربط بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، اذ ليس من المعقول الابقاء على اقسام كما اشرت 14 قسم ما لها معنى. هناك حاجه لتنسيق عالي المستوى بين وزاره التربيه والتعليم واداره التعليم العالي التي يجب ان تكون مستقله، وبين وزارة التربية الاجتماعية وهيئة تنظيم سوق العمل. يجب تشجيع الطلبة الجامعيين على استعادة روح المبادرة وتنظيم شؤونهم وفتح المجال لهم من جديد من أجل تأسيس روابط واتحاد وطني لطلبة البحرين. شكرا لكم.